احمد السمدوني، حضرتك خريج حقوق لكن طول عمرك شغال في البياض. في البياض اه. ومبارح بعت قطيع منتج. تمام. ليه بقى؟ 8 شهور انتاج بسبب 8 شهور انتاج. اه. ليه بقى؟ بسبب ازمه العلاف. الحقيقه سعر العلاف وصل 18000 جنيه حاليا، والفراخ عندي ما بتحصلش المبالغ ديت، فقررت ابيع يعني. طب انت لما بعته سعر البيت كان عندي 61 جنيه. 61 جنيه. النهارده 70. النهارده 70. اه. انا بدأ فيه ببيع بقى لي اسبوع، ببيع في القطيع ده. بتبيع الفرخه نفسها؟ الفرخه بقى لي اسبوع ببيع فيها. اه. عربيات ما فيش كده، شغل ما فيش. طيب بعته بكام امبارح؟ بعت السعر 29. يعني خلصته على كام؟ على 29 يعني، مصفي 250000 200000 كده يعني. الفرخه متكلفه في حدود، بعتها في حدود 56 جنيه 57 جنيه. وده يعوضك خساره ولا كده كده خساره؟ لا لا، في خساره اساسيا يعني. عليها فلوس اصلا يعني، الفلوس ديت انا فاضل الباقي عليها فلوس لسه. يعني خسارتك قد ايه دلوقتي؟ يعني متعدي 200000 او 300000. 200000 300000. والمديونيه بره قد ايه؟ هي الخساره كلها بالمديونيه، كل حاجه 300000 جنيه. طب يعني العلف لو تم السيطره على الخامات، ما هو مصانع العلف برضو مش هتسحر. اكيد هي الخامات بتجيلها غاليه فبتشتغل على اساس غالي، لكن لو تم السيطره على استيراد الخامات دي، ده ممكن يقلل معاك التكلفه. يعني النهارده مثلا بتقول ب 18، لو الخامات اتجابت من بره الذره والصويا اللي هي 70% اصلا من التركيبه، ونزلت 1000 ولا 2000 جنيه الطن، ده يعمل معاك ايه ال 1000 ولا ال 2000 دول؟ ال 1000 ولا ال 2000 دول يخليني يعني ايه اطول في عمر الفراخ شويه. يعني مثلا بعت القطيع ده على 8 شهور، لا ابيعه على عمره الطبيعي. عمره الطبيعي؟ اه. وما اكسبش يعني، اللي انا الم فلوسي او الم حقي يعني. كمان لو نزل 1000 ولا 2000 ما تكسبش، تلم فلوسك بس. بس